0 صارت النتيجة رباعية تاريخية لنيمار. لأول مرة في تاريخه يسجل رباعية مع منتخب البرازيل نيمار. نعم جول 4-0 سرعة فائقة. الكرة من روبينيو لكاكا، من كاكا لروبينيو، من روبينيو لكاكا مرة ثانية، يرفع في القائمة الثانية. قلت لكم باليمنى يسجل، باليسرى أيضا، بالرأس يسجل، عندما يعيدها الحارس يسجل. 4-0 رباعية تاريخية لنيمار أمام البرازيل في مواجهة اليابان.